ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا كريم يسري. كريم، ربما تابعنا جزء مفصل من تصريحات بايدن في مؤتمره الصحفي الأخير منذ ساعات. ربما نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي من البيت الأبيض تحدث مرة أخرى عن شكل العقوبات ومرة أخرى عن تأثيرها على روسيا تحديدا الآن، يعني وأنها مجرد جزء من الرد حول التحركات الروسية. وربما سؤال تكرر كثيرا كريم متعلق بالعقوبات على بوتين شخصيا، إذا كان على عن المسؤولين في البيت الأبيض أو حتى بايدن في مؤتمره الصحفي. تفضل كريم. نعم، لما ربما دالب سينج نائب مستشار الأمن القومي كان له الكلمات الأهم في المؤتمر الذي انتهى منذ دقائق للمتحدثة باسم البيت الأبيض السيدة جين ساكي، فندى العقوبات الأمريكية التي قررت اليوم من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن على روسيا، ليس فقط روسيا ولكن العقوبات امتدت إلى الدولة المجاورة بيلاروسيا. أبرز العقوبات التي أقرت على روسيا هي عقوبات على بنكين وعدد من المؤسسات المالية تقدر أصولهم بنحو 1.4 تريليونات دولار، وأيضا عقوبات تتعلق بقيود على تصدير التكنولوجيا الأمريكية إلى روسيا التي تحتاجها بعض الشيء لتطوير يعني ترساناتها الصناعية والعسكرية خاصة في مجال البحرية الروسية. من ضمن العقوبات أيضا التي ذكرها هي عقوبات متعلقة بفكرة محاولة العزل الروسي عن الاقتصاد العالمي دون المساس بإمدادات الطاقة والنفط. يعلم جو بايدن جيدا أن المساس بإمدادات الطاقة والنفط الروسية ستؤدي في النهاية إلى يعني تقلبات في الأسعار وارتفاعات كبرى في الأسعار ستؤتي بشكل كبير الاقتصادات الأوروبية، وقد يمتد الأمر للاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي، ولذلك تم تجنيب هذا الأمر. بالنسبة للتوقعات التي كانت قبل كلمة بايدن والمتعلقة بتحييد روسيا عن نظام سويفت المالي أو البنكي وعزلها تماما عن الاستفادة من هذا النظام والذي يعد استخدامه في التحويلات البنكية وفي التحويلات الخاصة بعمليات الاستيراد من روسيا واستفادة البنوك الروسية من تلك التحويلات، ذكر جو بايدن ومن بعد ذكر نائب مستشار الأمن القومي سايد سينغ بأن يعني لن يتم استخدام هذا البند تحديدا أو هذه العقوبة الآن على روسيا، ربما مع تطور الأوضاع على الأرض في أوكرانيا ربما يتم استخدام هذا البند، ولكنه ذكر بأنه لن يتم الاستعانة بهذه البند أو هذه العقوبة الآن. ذكروا أيضا بأن الرئيس جو بايدن متواصل دائما مع أعضاء الكونغرس الأمريكي لمحاولة إرسال أسلحة فتاكة للجيش الأوكراني، خاصة وأن الجانب الأمريكي أرسل مساعدات عسكرية على مدار العام الماضي تقدر ب 650 مليون دولار. الآن الرئيس جو بايدن تواصل مع ماتش ماكونيل زعيم الجمهورين في مجلس الشيوخ وتشاك تشومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، وعلى الجانب الآخر تواصل بالتأكيد مع بيلوسي وهي زعيمة الديمقراطيين ورئيسة مجلس النواب، وكيفن ماكارتي يعني زعيم الجمهوريين في مجلس النواب، هم الأربعة الكبار من المشرعين الأمريكيين في الكونغرس الأمريكي، تواصل معهم وأطلعهم على آخر مستجدات الأوضاع بالنسبة للأوضاع على الأرض في أوكرانيا وبالنسبة لرد الفعل الأمريكي، وأطلعهم على خارطة الطريق التي وضعها بايدن مع فريق مستشار الأمن القومي أو طريق الأمن القومي الخاص به لمعاقبة روسيا على فعلاتها، إن كان أولا إعلان استقلال مقاطعتين في أوكرانيا وثانيا اقتحام الأراضي من الأوكرانية. من الأسئلة المهمة كريمة التي وجهت لنائب مستشار الأمن القومي الأمريكي هي القطاعات المعفية من العقوبات أو عن العقوبات، تحدث عن قطاع الطاقة وأنه مجال حيوي روسيا تعتمد على عوائده، وأن روسيا تعتبر ثاني أكبر مصادر للنفط في العالم، فأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تستهدف هذا القطاع الآن وربما لن تعطل إمدادات العالم تامر في هذا الإطار. في
في هذه الجزئية أو على الأقل هذا الاشتباك ما بين أمريكا وما بين رغبتها في أن يشتبك معها العالم اقتصاديا وسياسيا في مواجهة روسيا في هذه الأزمة، وهو ده سؤالي القادم إلى كريم. كريم، تحياتي لك. من سيمثل الولايات المتحدة غدا في اجتماع حلف شمال الأطلسي؟ هل وصلت إليك معلومة بهذا الشأن؟ حتى الآن لم ترد إلينا البيان الخاص بالبيت الأبيض من سيتواجد من ممثلي الإدارة الأمريكية في اجتماع حلف شمال الأطلسي. اليوم كان رئيس جو بايدن حاضرا هذا الاجتماع الذي عقد افتراضيا مع قادة دول حلف شمال الأطلسي، وأدانوا فيه بالتأكيد ما فعلته روسيا، وتوعدوا روسيا بعقوبات أكثر قسوة على الاقتصاد الروسي. كنت تناقش تامر أنت ولما الأمر المتعلق بتحييد امدادات الطاقة الروسية إلى العالم عن العقوبات، ليس فقط امدادات الطاقة لكن امدادات المواد الخام بشكل عام. السيد نائب مستشار الأمن القومي ذكر بأن روسيا تتمتع بعمليات تصديرية كبيرة للعالم، لدول العالم، بالنسبة للمواد الخام، وبالتالي لن يتم المساس أيضا بتلك الجزئية بشكل كبير، منعا لحدوث ارتفاعات في الأسعار وتوقف امدادات المواد الخام، خاصة وأن العالم بأجمعه يعاني على مدار العامين الماضيين من مشكلة كبيرة في سلاسل التوريد، سلاسل التوريد التي أدت لارتفاعات كبرى في نسبة التضخم، وأدت لتعطل المصانع على مستوى العالم، وبالتالي ارتفاع الأسعار بشكل كبير. ولذا العقوبات الأمريكية حتى الآن عقوبات تتسم بالتحفظ، لا تتسم بالتهور أو الاندفاع نحو معاقبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. كان السؤال الأبرز الذي وجه اليوم للسيد جو بايدن، لماذا لم يتم فرض عقوبات مباشرة على فلاديمير بوتين؟ ذكر بأنه تم فرض عقوبات على النخبة من الأغنياء الروس الذين هم مقربون بشكل كبير من دائرة الرئيس فلاديمير بوتين، ولكن الورقة الخاصة بفرض عقوبات على الرئيس بوتين نفسه لن يتم استخدامها الآن، لأن الإدارة الأمريكية ما زالت تؤمن بأن هناك نافذة من الدبلوماسية لابد من بقائها للتعامل مع الجانب الروسي. ربما تعود روسيا عما فعلت، أو يعود تحديدا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عما فعله في أوكرانيا، ولكنه بالطبع تامر ولما هو أمر مستبعد للغاية. كريم، اتصالا بذكرك الأخير أو على الأقل السؤال المتكرر الذي وجه إلى المسؤولين الأمريكيين من رأس الدولة إلى من هما أدنى في مراحل الحكم، الكريملين تحدث بأن بوتين وحده هو من يملك قرار إيقاف الحرب أو يعلم مدى هذه الحرب. هل من رابط بين تصريح الكريملين وتفسيرك لماذا لم يجب الرئيس جو بايدن على السؤال لماذا بوتين خرج من حسابات العقوبات؟ الشق الأول من سؤالك متعلق بفكرة أن بوتين وحده يمتلك القرار الأخير في روسيا. يعني الأوضاع السياسية في روسيا تختلف كثيرا عن يعني نظيراتها في الولايات المتحدة، من فكرة من يتخذ القرار في الولايات المتحدة. من يتخذ القرار ليس الرئيس وحده، ولكن معه سلطة تشريعية متعلقة بالكونغرس الأمريكي. وكنت أتحدث منذ قليل عن مناقشة بايدن للأربعة الكبار في الكونغرس الأمريكي لمحاولة تمرير مساعدات عسكرية سريعة لأسلحة فتاكة ترسل إلى الجيش الأوكراني لمحاولة تكبيد الجيش الروسي أكبر قدر ممكن من الخسائر. الهدف الرئيسي تامر من عدم فرض عقوبات على الرئيس فلاديمير بوتين كما ذكرت هو واضح للغاية. العالم تحديدا العالم الغربي، الولايات المتحدة والدول الأوروبية تريد حتى الآن حل الأمر دبلوماسيا، خاصة وأنهم لا يمكنهم التوجه عسكريا إلى أوكرانيا، لأن يعني أوكرانيا ليست عضو في الناتو. حاولت في عام 2008 الانضمام لحلف الناتو وتم رفض ذلك من قبل الدول الأوروبية، وعلى مدار العام الماضي وبداية هذا العام حاولت أوكرانيا أيضا وصرحت كثيرا بأنها تريد الانضمام لحلف الناتو، وساندها في ذلك الدول الأوروبية والولايات المتحدة، ووقفوا في وجه روسيا، وذكروا بأن ليس لروسيا شأن في رغبة أوكرانيا الانضمام لحلف الناتو. لكن الآن أوكرانيا تعاني ويلات الحرب
من الاقتحام أو الاجتياح الروسي العسكري لأراضيها. وبالتالي ليس هناك شرعية أو قانون يمنح الدول الأوروبية والولايات المتحدة التوجه عسكريا إلى أوكرانيا، رغم الحشود العسكرية الكبرى التي ترسل الآن من العسكريين والمجندين الأمريكيين إلى أوروبا. تم إرسال 7000 جندي إضافي اليوم إلى القارة الأوروبية، ويكون إجمال ما تم إرسالهم على مدار الأسبوعين الماضيين 14000 جندي أمريكي تم إرسالهم إلى القارة الأوروبية، وتحديدا يتم توجيههم إلى دول شرق الناتو. اليوم يانس ستولتنبرغ أمر القائد الأمريكي الخاص بقوات الردع بحلف الناتو بتوجيه 40000 مجند إلى الدول الشرقية بحلف الناتو بسبب اقتراب القوات العسكرية الروسية الآن من حدود حلف شمال الأطلسي. ولكن كل ذلك لا يمكن أن تحدث مواجهة عسكرية بين الجانبين، وهو ما أكد عليه الرئيس جو بايدن مرارا اليوم، لن تحدث مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية من جانب والقوات العسكرية الروسية من جانب الآخر.